أم أحمد زعلانة من ابنها اللي اتغير من ثلاث سنين هو عمره دلوقتي 23 سنة يعني لما كان عنده 20 سنة وبتقول إنه بدأ يعملها معاملة وحشة ويهنها ويتلفظ بألفاظ مش كويسة فهي مؤخرا خيرته بين إنه إما إنه يعيش في البيت بأدبه أو إنه يسيب البيت فهو اختار يسيب البيت ما كنتش أنا حابة إن حضرتك يعني نسيبه يطلع بره البيت يعني قدر طاقتنا طبعا لكن احنا من الطبيعي ان احنا لازم ندور على الاسباب اللي جدت هل هناك شيء جد خلاه او حصل خلى ابني يتغير مني الى هذا القدر والى هذا الحد اصل الانسان الذي تربى على ادب معين في السلوك وفي طريقه التعامل انه يتغير كده لازم في شيء حصل عايزين ندور عن السبب بالتغيير ده وان كان ده مش مبرر لأنه يقع في عقوق والديه ده اللي من حد النظر إلى والديه فقد عقهما مجرد أني أبص لأبوي وأمي بنظرة فيها حدة فيها ما فيهاش رحمة أنا وقعت في العقوق فما بال الإنسان اللي بيتلفظ بألفاظ نابية أو أنه يعلي صوته على والدته أو على أبيه والأم جاءت التوصية بها أكثر من مرة ثلاث مرات لإجلالا وتقديرا لحقهم طبعا ما كانش ينبغي أو ما كان ينبغي أن احنا نسيبه يترك البيت لكن ده اللي حصل أنا بس أرجو من حضرتك حد يكون بيسمع له في العيلة نرجعه مرة تانية وبيسمع لنصحه بعيد عن حضرتك يقول له لا ارجع بيتك ما تسيبش والدتك والدك دلوقتي توفي فبقى انت بقيت راجل البيت فانت ترجع عشان تبقى معاها تستسمحها وتاخد رضاها حتى لو كانت امك حدث منها شيء ما ينبغي ابدا ان انت تقع في عقوقها او انك تتلفظ بالفاظ او انك تتصرف هذه التصرفات الغير اخلاقيه والغير ايمانيه واللي فيها مخالفه لوصيه الجليل سبحانه وتعالى بالاباء والامهات خيرة. فحد يكلمه ويرجع وانا اراجع المواقف اللي مرت بيا لانه محتاج اعمل كده يا صاحبة السؤال النقطة الثانية هل أنا بتحاسب على التقصير اللي هو فيه المحاسبة بتكون على مرحلة التوجيه هل في كل مرحلة من مراحل نمو هذا الشاب منذ أن كان طفلا رضيعا ثم بدا يكبر رويدا رويدا في كل مرحلة أنا اديت التوجيه اللازم لكل مرحلة هل تمت على وجهها أو كان هناك تقصير سيكون ذلك لكن ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا ابواب الرحمه دائما واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي ادعو الله سبحانه وتعالى انه يعني على ذلك حصل مني تقصير هو يجبر التقصير حصل مني اني لم اهتم او ما كنتش بالوعي والثقافه المطلوبه عشان احتضن هذا الابن في كل مرحله من مراحل نموه فنسال الله سبحانه وتعالى الهدايه اسال له الهدايه ادعي ما ادعيش عليه ابدا واصلح لي في ذريتي القران علمنا كده من ادعيه القران التي ننساها او نغفل عنها اكثري من الدعاء بذلك صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى انه يرده اليك ردا جميلا وخليك على يقين بان ربنا سبحانه وتعالى يجيب الدعاء ولا مانع ان الانسان يراجع ما بدا منه ربما يحتاج لتغيير طريقتي معاه اسلوبي وياه ده شيء مهم وضروري يا صاحبه السؤال ونستغفر الله من كل ذنب عملناه احنا بقصد او بغير قصد يا ست محمد